تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعينا الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان وصحتكم. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما أن عندنا أول فقرة، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا تحت عنوان تغيير لون الجلد قد يكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي وصفحات ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرتنا اليوم مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم بتكون خاصة جدا الحقيقة، وبنتحدث فيها اليوم الفقرة الأولى والثانية كلها عن مرض السكري أو داء السكري والاستعداد للصيام، وبيكون معاي اليوم فريق طبي متكامل من مركز دبي للسكري، وبنتحدث عن يعني الاستعداد لفترة شهر رمضان المبارك. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن المصابين بداء السكري في فئة منهم يعني المفروض أنهم ما يصومون بسبب يعني عدم استقرار السكر أو مستويات السكر التراكمي عندهم، ولكن في فئة أخرى بإمكانهم الصيام اللي عندهم مستويات السكر التراكمي يعني مستقرة بشكل طبيعي. وبنتكلم أيضا عن المشاكل المترتبة على الصيام للأشخاص الغير مصرح لهم، وكيفية التعامل وتنظيم أدوية السكري أيضا في شهر رمضان المبارك، وبنتطرق أيضا على أوقات فحوصات السكري في الدم خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا كيف التكنولوجيا بالنسبة لفئة الناس المصابين بداء السكري واللي على بعض الأجهزة التقنية، كيف يتم التعامل مع هاي الأجهزة خلال شهر رمضان المبارك. وأكيد طبعا بتكون معانا خبيرة التغذية، وبنتكلم عن الوجبات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، ومواضيع كثيرة الحقيقة حول هذا الموضوع. بإمكانكم التواصل معنا والحديث مباشرة مع الفريق الطبي المتكامل من مركز دبي للسكري على الأرقام 600-55-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ننتقل معكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا اليومية، فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. نحن الأمس كنا مشاركين بست طرق تساعد على تحسين الذاكرة. دائما الأشخاص يقولون بسرعة أنسى، وايد أنسى، وشو ناكل عسب ما ننسى، وشو الأشياء اللي تساعدنا في تقوية الذاكرة. فدائما نسمع هالكلام ونسمع أيضا نقرأ في قنوات التواصل الاجتماعي، فقررنا أن ننزل مجموعة من النصائح المهمة لتحسين الذاكرة. وأهم شيء تناول كمية قليلة من السكر المضاف. نحب السكر، لكن السكر بما تكلم يوم عن السكري مو بس يأثر في كل شيء،
يعني خصوصاً السكر المضاف، ما نتكلم عن السكر الطبيعي اللي من المنتجات الطبيعية، لكن السكر المضاف ما في ولا صفر فائدة يعني صفر، بس صفر حتى صفر فائدة. فالحين دائماً 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 دائماً، وترى يعني أنا جربت يعني أقطع 21 يوم، وعلى فكرة الواحد لما شوي شوي يخفف 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 راح يحس تغيير وايد كبير حتى على نفسيته، مو بس على ذاكرته. فأيضا الوزن الصحي، النوم وايد مهم، الألعاب المحفزة للذاكرة، هاي أنا ما أعرفها، ما أعرف كيف ألعبها. المهم تخصيص وقت التأمل وتناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك. دائما الأشخاص يأخذون مكملات غذائية ننصحهم بالتواصل مع الطبيب المختص قبل ما يأخذون، وشكلها مغري في الصيدليات، لكن دائما ننصحهم أن يتواصلون مع طبيب المعالج، وأيضا يسوون الفحص قبل ما يأخذون، لأن الجرعات الزايدة من الفيتامينات أيضا مضرة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نتكلم عنها في بخصوص التطعيم، نحب نذكر أن جميع مرافقي الصحة عن طريق مركز يعني عن طريق المواعيد، وجميع أيضا جميع خدمات هيئة الصحة هي من خلال مواعيد مسبقة، لأن الواحد يقدر يخلط الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة اللي هو DHA app موجود في الأندرويد والآيOS. أيضا من ضمن الأشياء نحب نأكد عليها أن في كثير من الخدمات الأشخاص اللي حابين يأخذون الاستشارات الطبية، وهذا قبل ما أيضا وايد توصل أسئلة، أنا أحس كي أنا خايف قبل رمضان شو أسوي كيف، ممكن يستفيدون من خدمة طبيب لكل مواطن، ممكن يحجزون ويشوفون الطبيب كله عن طريق التطبيق اللي بين إيديهم. فهذه من الأشياء نحب نأكد عليها، ونتمنى للجميع حلقة موفقة اليوم، وايد موضوع مهم خصوصا لمرض السكري، ونتمنى أن الكل يستفيدون، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، موفقة إن شاء الله ويومك سعيد. مستمعينا الأعزاء، مثل ما قالت الأخت أسماء الجناحي بأن اليوم حلقتنا خاصة جدا ومميزة، بنتناقش فيها عن موضوع مهم، عن مرض السكري، أو أنا دائما أقول داء السكري والاستعداد للصيام. وبيكون معانا اليوم الحقيقة نخبة متخصصة من هيئة الصحة بدبي، وبالأخص من مركز دبي للسكري، للتطرق إلى مواضيع مختلفة عن إدارة واستعداد الشخص المصاب بداء السكري خلال شهر رمضان المبارك. وبإمكانكم مستمعينا الأعزاء التواصل معنا على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وبيكونون معايا ضيوف الدكتورة ديما عبد المنان، استشاري الغدد الصماء والسكري من مركز دبي للسكري، وأيضا الأستاذة منال البفلاسة، أخصائي أول تثقيف صحي من مركز دبي للسكري، وخبيرة التغذية الأستاذة ديانا الجندي، أخصائي التغذية لمرض السكري من هيئة الصحة بدبي. خلكم معنا مستمعين الأعزاء، ومواضيع مختلفة اليوم حول إدارة والاستعداد للصيام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل، ونرحب دائما بتواصلكم معنا اليوم على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل بأن حلقتنا اليوم متميزة، واليوم تحت عنوان الاستعداد للناس اللي مصابين بداء السكري لشهر رمضان المبارك. وحلقتنا اليوم خاصة، وبنتناقش فيها عن أحد أهم المواضيع الصحية اللي تخص الحقيقة فئة كبيرة من الناس، وأيضا هيئة الصحة بدبي تولي هذا الاهتمام، أو لهذه الفئة من الناس اهتمام كبير الحقيقة في تقديم أفضل الخدمات الطبية لها، الخدمات الشمولية والعلاجية، وإدارة حالة المصاب بداء السكري بشكل متكامل. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء، مع قرب شهر رمضان المبارك، الله إن شاء الله بلغنا وياكم بكل خير وصحة إن شاء الله وسعادة. اليوم بنتطرق عن إدارة حالة السكري والاستعداد لشهر رمضان المبارك. يشرفني اليوم مستمعينا الأعزاء بأن يكون معايا يعني نخبة متخصصة من هيئة الصحة بدبي
ممثلة في مركز دبي للسكري، هذا المركز الرائد العالمي الحقيقة في مجال العلاج وفي مجال التشخيص وفي مجال البحوث والدراسات المتعلقة في داء السكري بشكل شمولي. أرحب بالدكتورة ديمة عبد المنان، استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز دبي للسكري. دكتورة ديمة صباح الخير. صباح النور أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. وأيضا معي الأستاذ منال البفلاسة، أخصائي أول تثقيف صحي من مركز دبي للسكري. أستاذ منال صباح الخير والنور والعافية. صبحكم الله بالخير والنور والسعادة أستاذ عبد الله. الله يحييك. وأيضا خبيرة التغذية الأستاذة ديانة الجندي، أخصائي تغذية لمرضى السكري من مركز دبي للسكري. أستاذة ديانة صباح الخير. يا هلا عبد الله، صباح النور. الله يحييكم، وسعداء جدا حقيقة وجودكم معنا اليوم في برنامج الصحة وسعادة، وأيضا للحديث عن موضوع مهم مثل ما قلنا في البداية أنه يعني يخص فئة أو شريحة كبيرة من أفراد المجتمع المصابين بداء السكري. دكتورة ديمة، نبدأ معك حديثنا الحقيقة في البداية للحديث عن مرض السكري أو داء السكري، يعني الحقيقة ما أحب أقول مرض، داء السكري بشكل عام، وأيضا يعني أهم الأشخاص الذين يعني لا ينصح لهم بصيام شهر رمضان، ونحن نعرف أن يعني اللي مسموح لهم دكتورة ديمة الصوم اللي هم مستويات السكر عندهم مستقرة، ولكن أيضا هناك فئة لا يسمح لهم بالصوم. لو نتكلم في هذا الجانب دكتورة ديمة. أكيد، أول شيء كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم جميعا بالصحة والسلامة. بالنسبة لداء السكر، بالفعل مثل ما ذكرت أستاذ عبد الله أنه بشكل عام نعرف أنه عادة الكل بده يصوم ويخوض هاي التجربة، لكن بنفس الوقت في ناس معينين من اللي مصابين بداء السكر ما بننصحهم بالصيام. هدول الأشخاص هم عبارة عن الناس اللي خصوصا بحسوا بهبوط شديد في السكر، خصوصا إذا هذا الهبوط كان متكرر بالفترة الأخيرة في الثلاث أشهر اللي تسبق شهر رمضان. الناس اللي دائما بصير عندهم هبوط سواء بالفترة اللي قبل رمضان أو اللي قبلها برضو ما بننصحهم بالصيام. الناس اللي بصير عندهم هبوط وما بحسوا بأعراض الهبوط برضو هدول الصيام بشكل خطر عليهم. والناس اللي بيعانوا من السكر غير المنتظم، خصوصا اللي هم من مرضى النوع الأول لأنه في عرضة عندهم إنه السكر يكون متذبذب أكثر، كذلك الناس اللي أو الأشخاص اللي صار عندهم أحماض كيتونية بالأشهر الثلاثة اللي قبل شهر رمضان. نعم. والناس اللي كان عندهم أمراض مثل التهابات وهكذا، وكذلك فئة الحوامل والأشخاص اللي برضو عندهم مشاكل في الكلى أو على غسيل كلى مزمن. صحيح. دكتورة ديمة، عندنا سؤال أيضا من خلال الرسائل النصية من أحد الأخوة المستمعين اللي آخر رقمه يمكن 512، يقول السلام عليكم، أنا عمري 30، عندي حالة اسمها الهايبوغلايسيميا بسبب عملية البايباس السابقة، وأعاني في كل رمضان في آخر 3 ساعات من اليوم الهبوط، وأغلب الأوقات أو أغلب الأوقات يهبط مستوى السكر إلى 46 وبدون أعراض اكتشفها عن طريق الجهاز الحساس. فشو دكتورة ردتش على هذا الاستفسار؟ أكيد، أول إشي سلامته. بالفعل هلا في هاي واحدة من خلينا نقول الأشياء اللي ممكن تصير بعد هاي العمليات، طبعا ما له علاقة بمرض السكر أو داء السكر، لكن ممكن يصير عندهم حالات الهايبوغلايسيميا اللي هي الهبوط الحاد في السكر وبدون أعراض. برضو هذه مع إنه خارج نطاق أو محاور حلقتنا، لكن برضو هدول الناس ما من يعني الصيام غير محبب في حالتهم، خصوصا إذا بوصل مثل الرقم اللي ذكره الأخ في الأربعينات وبرضه ما بيحس بأعراض، فهذا يشكل خطر عليه. صحيح. دكتورة ديمة شكرا لك. وأيضا يعني لو نتحدث معك عن أكيد طبعا الأستاذ منال بفلاسة بتطرق في التفاصيل أكثر، ولكن يعني إذا تكلمنا عن تنظيم الأدوية، ومثل ما تعرفين دكتورة ديمة بأن يعني شهر رمضان المبارك له يعني وضعية، والشهر يختلف يعني عن الشهور السابقة، ولكن أكيد في هناك يعني برنامج معين بالنسبة لتنظيم أدوية السكري في خلال شهر رمضان المبارك. صحيح، وإحنا بالذات لهذا السبب بننصح جميع الناس المرضى إنهم يتابعوا مع طبيبهم وفريق العناية الطبية
قبل بشهر رمضان لو بشهر شهرين عشان يكون عندهم جدول جاهز كيف طريقة توزيع الحبوب، إمتى أوقات الرياضة، شو الأكل، لأنه مثل ما حضرتك ذكرت كلها هاي بتتفاعل مع بعض وكل شخص بيختلف عن الآخر. فبنفضل أنه يكون في زيارة مسبقة مع الطبيب والفريق ويكون في برنامج جاهز. بشكل عام إحنا دايما طبعا بنقول أنه الأدوية لازم توزع بطريقة بحيث أنه نضمن عدم حصول هبوط خلال نهار رمضان، لأنه بتعرف مثل الأدوية عادة فيها أشياء بتزيد كمية الإنسولين سواء من الحبوب المحفزة للإنسولين أو من الإنسولين نفسه الأبر، هذولا يعني عادة بدنا نضبطهم بطريقة بحيث يكون أخذهم وقت الإفطار ووقت الأكل ونمنع يعني إنه حدوث هبوط بمنع إنهم مريض يتناولهم خلال نهار رمضان. صحيح دكتورة ديمة، طبعا أكيد يعني المعروف بأن مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي مركز يختلف ومتخصص الحقيقة في الخدمات اللي يقدمها بالنسبة لفئة المصابين بداء السكري، وأيضا يكون هناك عندكم برنامج سنوي يعني تدريب وأيضا لاستعداد هؤلاء الناس لشهر رمضان المبارك. لو نتكلم في هذا البرنامج اللي الحقيقة يعني فريد من نوعه في هيئة الصحة بدبي وبالأخص للمصابين بداء السكري. بالفعل أستاذ عبد الله عندنا عدة برامج من ضمنها هي تثقيف المرضى، ودكتورة منال يعني هي بتقوم بتنظيم هاي الفعاليات، بس من أهم البرامج هذه هو تعريف المرضى بكيفية تغيير نظامهم وبرنامجهم ليتناسب مع المناسبات المختلفة ومن أهمها طبعا شهر رمضان. وهذا الفعالية أو البرنامج بتضمن يعني الطبيب، التثقيف الصحي، التغذية، أخصائي الرياضة، كل هدول بتعاونوا على أساس نطلع بأفضل نتيجة للمريض بحيث أنه نوفر له يعني صيام مريح. صحيح، شكرا دكتورة ديمة، وأكيد يعني الأستاذ منال البوفلاسة بضيف على هذا الجانب. أستاذ منال لو نتحدث معك، طبعا أكيد أنتم عندكم برنامج متكامل وبالأخص أن في بعض المرضى المصابين بداء السكري لهم يعني خصوصية تختلف عن الشخص الآخر، لو تحدثينا يعني قبل لا نطلع الفاصل عن أوقات فحوصات السكري في الدم في شهر رمضان المبارك. بالنسبة لفحص السكري أستاذ عبد الله في شهر رمضان يعتمد على نوع الدواء اللي المريض قاعد ياخذه. صحيح. فلو كان هو ياخذ مثلا بنبتدي بالعدد الأكبر، إذا كان ياخذ هو نوع واحد من الإنسولين نحن نسميه بيز الإنسولين أو جرعة واحدة ياخذها صباحا أو مساء، فهذه بيطلب من المريض إنه هو يبحث على الأقل سكري في نهار رمضان 3 مرات، يعني إحنا نتحدث عن صلاة الفجر والظهر والعصر. أما إذا كان يأخذ مور انتنسيف اللي هو مع قبل الوجبات بعد اللي بتكون قبل السحور وقبل الغداء، نعم. سوري قبل الفطور مع الإنسولين الأساسي، فراح يبحث شوية أكثر اللي هو بيصير تقريبا بين 4 إلى 5 مرات اللي هو قبل السحور، أول ما يقعد يشمل الرقاد صباحا، صلاة الظهر، صلاة العصر وصلاة المغرب. وفي بعض الأوقات يمكن هني بتأيدني الأخصائية ديانا بتقول بعد الإفطار بساعتين، فعلى أساس يتأكدون أنه ما صار ارتفاع، لأنه مش دائما نخاف من الهبوط السكر في نهار رمضان، نخاف حتى من الارتفاع اللي ممكن يحدث حتى بعد الفطور. فهل طبعا بيكون هل بيعطيني فكرة هل أنا بزيد من جرعة الإنسولين حق الفطور أو أني أنا بقلل على حسب التعليمات اللي أخذها من أخصائية التغذية. نعم. إذا كان على حبوب طبعا إذا كانت الحبوب محفزة للإنسولين بيكون نفس الشيء 3 مرات، أما إذا كانت الحبوب هذه غير محفزة للإنسولين مجرد منظمة فبيكون مرتين بس في أوقات مختلفة. هو لا مطلق الحرية المريض أنه يختار هذه الأوقات، بس أهم شيء أنه هو يغير. صح. ما يكون كل يوم نفس الوقت، يعني بين الوقتين اللي هو السحور والعصر أو بين الغداء وقبل الإفطار. نعم. وكل يوم في وقت مختلف. صحيح. أستاذ منال عندنا أيضا سؤال، والسؤال هذا طبعا أتوقع أيضا الدكتورة ديمة تقدر تعطينا يعني إضافة عليه وأيضا الأستاذ ديان الجندي. هل حالة هبوط السكر الحاد الهايبوغلوسيميا خطيرة؟ وهل مزمنة وهل تتطور مع مرور العمر؟ هذه بعطي حق الدكتورة ديمة جاوبك على هالسؤال. نعم.
دكتورة ديمة تفضل. والله أكيد بشكل عام الهايبوغلايسيميا يعني من الأشياء اللي أطباء السكر برضو يعني بتجيهم تحويلات لتقييمها. هلا في فرق إذا كان الهايبوغلايسيميا إحنا بنحكي عنه في نطاق داء السكر أو خارج، برضو بتجينا تحويلات عن إنه الناس بصير عندها أعراض للهايبوغلايسيميا. فأهم إشي بالحقيقة إنه إحنا لازم نعرف لما نقول إنه فيه هبوط، هل بالفعل إحنا في رقم بدلنا على إنه فيه هبوط، والرقم مثل ما إحنا عارفين يكون أقل من 70، ولا الشخص بحس بأعراض الهبوط؟ لأنه عادة في أعراض تتشابه وتشبه أعراض الهبوط ولكن في الحقيقة هي ليست هبوط. فالطريقة الوحيدة اللي بنتأكد منها إنه هذا هبوط هو لما نشوف إنه الرقم بالفعل منخفض. هلا لتقييم الحالة ومعرفة يعني سببها، هذه تحتاج يعني جلسة مع الأخصائي وياخذ السير المرضية وفحص متكامل وكذلك بعض الفحوصات عشان نوصل للسبب، وبناء عليه نقرر إذا هو سبب، في سبب موجود وكيف علاجه. لكن بشكل عام أكيد هبوط السكر شيء غير محبذ مثل ارتفاع السكر. زمان كانوا الناس يقولوا إنه الارتفاع هو اللي بيسبب الخطر يعني على أعضاء الجسم، نعم. لكن هلأ الارتفاع والهبوط لهم نفس المخاطر. صحيح. وأنا دكتورة ديما متأكد بأن يعني مراجعين أو متعاملين مركز دبي للسكري على ثقافة ودراية كبيرة جدا الحقيقة بالنسبة لكيفية التعامل مع هاي الحالات، سواء يعني إذا كان هبوط في السكر أو أكيد ارتفاع في السكر، لأن المركز يعمل يعني شكل الحقيقة يعني متكامل وشمولي، ويعني زيارات المرضى للفريق الطبي المتكامل دائما يخليهم يعني في ثقافة عندهم عالية على أساس أن يديرون الحالة بشكل ذاتي وبشكل يعني صحي وبشكل علمي وبشكل دقيق. مستمعينا الأعزاء، نحن مستمرين مع الفريق الطبي المتكامل من مركز دبي للسكري. بنطلع فاصل، وبعد الفاصل بنكمل حديثنا اليوم عن داء السكري والاستعداد للرمضان. بإمكانكم التواصل معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. خلكم يانا، فريق العمل من مركز دبي للسكري راجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. واليوم الحقيقة يعني شرفنا وجود الفريق الطبي المتكامل من مركز دبي للسكري. معانا عبر الهاتف الدكتورة ديمة عبد المنان، استشاري الغدد الصماء والسكري من مركز دبي للسكري، وأيضا الأستاذ منال البفلاسة، أخصائي أول تثقيف صحي من مركز دبي للسكري، وخبيرة التغذية الأستاذ ديانة الجندي. مستمعين الأعزاء، بالنسبة للمصابين بداء السكري، احنا دائما نقول بأن العلاج المتكامل هو سر النجاح، وأيضا الابتعاد من المضاعفات اللي ممكن تصير للإنسان في حالة إذا ما تابع علاجه وأدار الحالة بشكل شمولي وبشكل متكامل. وطبعا التغذية له دور مهم وحيوي جدا بالعلاج بالنسبة للمصابين لداء السكري. وبنبدأ فقرتنا الحين للحديث عن التغذية وأهمية التغذية في علاج داء السكري، وبالأخص في إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري خلال شهر رمضان المبارك. وبنتحدث مع خبيرة التغذية الأستاذة ديانة الجندي. صباح الخير أستاذة ديانة. يا أهلا، صباح النور عبد الله. الله يحييك. فخلنا نبدأ معك أستاذ ديانة عن موضوع الجفاف أثناء الصيام، وكيف يتم يعني أو تتم إدارة الحالة هاي خلال ساعات الصيام. نعم. هلا أول شيء تحب أني أعرف المستمعين شو ممكن أنه يكونوا العوارض البسيطة للجفاف تحتالي يتعرفوا عليها بحال حصلت معهم.
فجزء من هذول العوارض البسيطة ممكن أنه يحس الواحد بالعطش الشديد أو الجفاف بالفم أو الاصفرار بلون البول، أو خاصة إذا بيكون لونه أغمق من المعتاد، أيضا ألم في الرأس أو جفاف بالبشرة. فنحن عادة لحتى لأكيد نتفادى الجفاف منوصي الأشخاص بشرب على الأقل 8 أكواب من الماء بشكل يومي. بس هلأ الخبر الحلو اللي أنا حابة أحكي فيه اليوم أنه نحن أكيد أنه دايما بنربط شرب الماء بالسوائل أو أنه لحتى نتفادى الجفاف، بس أيضا في عنا مأكولات كتير بتحتوي على نسبة عالية من الماء، فبيكون مفيد جدا أنه ندخلها على نمط أكلنا على وجبة الإفطار أو السحور بشكل يومي. يعني مثلا الخضار بصفة عامة نسبة الماء فيها كتير عالية. يعني إذا بدي أعطي أمثلة، الخيار مثلا فيه أكثر من 96% من مكوناته ماء، الطماط عندك كمان أكثر من 95% من مكونات وماء، الورقيات الخضراء مثل الخس، الجرجير، اللي مثلا السبانغ. فهيدول الورقيات الخضراء أو الخضار إذا نعمل سلطة كل يوم على وجبة الإفطار منكون عم نساعد ونساهم أنه عم ندخل ماء على الجسم أيضا. كمان مثلا عن طريق شرب الشوربة، فإنه منبلش الإفطار كمان بكباية ماء وأيضا شوربة، لأنه هي تعد أيضا ضمن السوائل. هلأ الفواكه أيضا كمان بتحتوي على نسبة عالية من الماء، بس بحب ألفت نظر المستمعين أنه أكيد إحنا بنسمح لأنه ناكل الفواكه لأنه هي مفيدة وفيها فيتامينات ومعادن وماء بنسبة عالية، لكن أيضا هي بتحتوي على نسبة معينة من السكر، فكمان بدنا ننتبه من كمية استهلاكها لحتى ما نخلي نسب السكر تطلع كثير. أيضا كمان بحب ألفت نظرهم لشغلة أنه شرب القهوة أو الشاي بإفراط، هيدول ما يعدوا ضمن حسبة شرب السوائل. نعم أقولت يعني بالضبط، يعني هاي الأشياء مرات في بعض الناس تعتقد بأنهم هم يعني ياخذ مكان الماء، بس مثل ما تفضلتي أن المشروبات هاي لا. نعم بالضبط، هي لأنه سبب أنه بيحتوى على الكافيين. صحيح. اللي هو فعليا مثل كأنه مدير للبول، فبيصير بيساهم على أنه الشخص أنه يعمل بول أكثر، فبالتالي ممكن يؤدي إلى جفاف، لأنه في عنا تقريبا 15 ساعة صيام كمان بدون مي، فهذا ممكن أنه يؤدي إلى جفاف. فنحن ليه كتير منركز على الجفاف خاصة للأشخاص اللي عندهم سكري؟ يعني نحن مننصح الأشخاص اللي سكرهم مش منضبط ونسبة السكر عندهم جدا مرتفعة فوق نسبة 300، بهالحالة عادة بالأيام العادية المفروض يكونوا عم يشربوا كتير مي حتى يتفادوا مخاطر الجفاف وارتفاع السكر مع بعض. فبالتالي بفترة الصيام إذا كان السكر عندهم جدا مرتفع مثلا بفترة الظهر وكان بعد عندهم ساعات طويلة ليكملوا صيامهم، فعادة ننصحهم أنه يكسروا الصيام لحتى يشربوا مي كتير لحتى يتفادوا الخطر اللي ممكن يحصل من الجفاف مع ارتفاع نسبة السكر بالدم إذا كان فوق 300. نعم أستاذة ديانا، أيضا يعني موضوع مهم بالنسبة لي، يعني المصابين بداء السكري خلال شهر رمضان، وبالأخص بالنسبة لعدد الوجبات، لو نتحدث معك كم عدد الوجبات التي يجب تناولها في رمضان وكيف يتم توزيع الوجبات هاي؟ مضبوط، في أشخاص كتير بتسأل إنه هل هي وجبتين هي عدد المناسب أو ثلاث وجبات مثل المعتاد، فهي صراحة ما في بس جواب واحد صح، إنه هو بيتطلب يعني على حسب الروتين المريح للشخص نفسه وكيف كمية الأكل اللي عم بتكون موزعة على كل وجبة منهم. يعني مثلا في أشخاص دايما بيقولوا لي إنه هن ما بيحبوا يكون وجبة الإفطار عندهم كتير ثقيلة، لأنه مثلا نعرف بعد الإفطار في عنا صلاة العشاء كمان وفي التراويح لحتى يقدروا يصلوا عدد ركعات أكثر يكونوا مرتاحين ما يحسوا حالهم انتقال، فبيكتفوا بس مثلا بالماء والشوربة والتمر على وجبة الإفطار. فأنا بقول لهم ما في أي مشكلة إنه فيهم يعملوا هيك،
ساعتها بيخلوا الوجبة الأساسية بعد صلاة التراويح اللي هي من يعني أحد الوجبات الأساسية المعترف فيها بالمطبخ الإماراتي، هو يا أما شوي من الفريد أو الهريس أو العيش. أنا بس أنه بحب الفت لهم نظرهم لشغلة أنه يفضل أنه كل يوم نختار واحد منهم بس، مش أنه ناكل شوي من كل شيء، هيك بنكون عم نضبط كميات الأكل اللي عم ناكلها على الوجبة أكتر. وبالنسبة لوجبة السحور فيها أنه نتعامل معها مثل وجبة الريوق، شو عادة نتريق بشكل يومي، فينا ناخد نفس نوع الأكل على وجبة السحور. فهي صراحة يعني على حسب راحته للشخص، إذا بيحب أنه ياخد إفطار وسحور فقط أو إفطار خفيف مع وجبة بعد التراويح والسحور أيضا. نعم، شكرا لك أستاذة ديانا. وأيضا هناك سؤال من أحد المستمعين، أتوقع الدكتورة ديمة ممكن تجاوبي لنا على هالسؤال. يقول الشخص أنه يعني، ومثل ما نعرف نحن بأن مستمعين الأعزاء من الأسباب اللي ممكن أن يصاب فيها الشخص بداء السكري، وصححوني يعني دكتورة ديمة أو الأستاذة منال أو أستاذة ديانا، بأن السمنة يعني أحد الأسباب الرئيسية مع يعني أيضا نمط الحياة إذا كانت غير صحية أو إذا كان جانب وراثي. فالشخص يسأل بأنه ما عنده هاي الثلاث عوامل، ولكن آخر مرة بعد عمل الفحص أو يعني الفحص الشامل قال له الطبيب أن أنت من الناس اللي ممكن أن تصاب مستقبلا بالسكري، فشو ردك دكتورة بخصوص هذا السؤال؟ بالفعل مثل ما ذكرت أستاذ عبد الله، يعني داء السكر ليس له سبب واحد فقط، وإنما عدة عوامل مجتمعة، وعادة يعني بيكون في أكثر من عامل بيلعب دور في إنه شخص يصاب أو يكون عرضة لمرض السكر. نعم. العوامل اللي ذكرتها هي كلها صحيحة، سواء بالنسبة للعوامل الوراثية، للعوامل البيئية، قلة الحركة، الوزن الزايد، ولذلك يعني الفحوصات هذه بتساعد إنه الواحد يعرف هل هو عرضة أو لا. مش دائما بيكون السبب واضح، لكن في أغلب الأحيان لأنه الحركة في زماننا هذا قلت، وبتعرف الأكل يعني إذا الواحد ما نظمه 100% بيلعب دور كبير. فهاي العوامل بحد ذاتها، بالإضافة إنه الواحد جيناته بتكون عرضة إنه يصير عنده السكر، كل هذا بيلعب دور في إنه عملية الأيض تبعت الإنسولين اللي بيطلع من البنكرياس، و كيف حساسية الجسم له أو عدم حساسية الجسم بتحدد إنه هل رح يصير في سكري بالمستقبل أو لا. نعم، وأكيد دكتورة طبعا يعني هناك في يعني عدد لا بأس به من الأشخاص اللي هم يعني عرضة مستقبلا للإصابة بداء السكري بسبب يعني مثل ما ذكرتي، سواء كانت يعني السمنة أو نمط الحياة غير صحية أو إذا كانت هناك جانب وراثي. فشو تنصحين دكتورة مثلا الشخص اللي سألنا هذا السؤال، إنه يعني قال للدكتور بأنه مستقبلا ممكن أن تصاب بداء السكري، واحتمال يكون أيضا يعني مستوى السكر التراكمي عنده في يعني مراحل اللي هي قريبة جدا للإصابة، فشو نصيحتك بالنسبة لهذا الشخص على أساس أنه ما يصاب مستقبلا بالسكري؟ صح. هلأ بالنسبة لهاي الحالات اللي هي بنسميها ما قبل السكر أو عرضة للسكر، نعم، بشكل عام الدراسات بتورجينا أنه أهم عوامل تمنع أنه المرض يصير أو ممكن يتأجله لفترة طويلة هو الأكل الصحي، خصوصاً على الواحد أنه يعني ينزل وزنه على القليلة 5% من وزنه بيساعد كتير. الرياضة مثل ما بتعرف الرياضة اللي بننصح فيها هي نصف ساعة 5 مرات في الأسبوع، كمان هذه أثبتت الدراسات أنها بتساعد. في بعض الأدوية اللي هو مثل الجلوكوفاج أو الميتفورمين، بعض الدراسات ورجت أنه استخدامها بشكل مبكر قبل الإصابة بمرض السكر يمنع تطور الحالة والوصول إلى مرض السكر، لكنها مش متبعة في كل المدارس خلينا نقول. صحيح. فالأشياء الشغلتين الأساسيتين هم الأكل والحركة. نعم، شكرا دكتورة. وأيضا ننتقل إلى الأستاذة منال البوفلاسة. وأستاذة منال يعني ما شاء الله
يعني مركز دبي للسكري مثل ما ذكرنا، ودائما نقول مركز رائد ومركز يعني شمولي ومركز متنوع بالنسبة للعلاجات أو الخدمات اللي تقدمونها للمصابين بداء السكري. بالنسبة أستاذ منال للعلاجات اللي موجودة عندكم واللي متوفرة في المركز، التقنيات أو التكنولوجيا اللي تستخدمها بعض أو يستخدمها بعض المصابين، كيف يتم إدارة هاي الحالات وبالأخص يعني المصابين بداء السكري خلال شهر رمضان المبارك؟ ومثل ما نعرف أن هناك بعض المرضى يستخدمون مضخات الإنسولين وبعضهم يعني أجهزة ثانية وبرامج تقنيات ثانية، لو نتحدث معك في هذا الموضوع. طبعا احنا فعلا مثل ما تفضلت استاذ عبد الله، عندنا المضخات وعندنا السنسرز اللي هي بيسكلي تقيس مستوى السكر في الدم بدون ما يكون مضخه. طبعا المريض له مطلق الحريه لو هو حابب انه هو يستخدم هذه الاجهزه. وايد ساعدتنا الحقيقه هذه الاجهزه، خصوصا لو بنتكلم اول شيء عن اجهزه او حساسات استشعار مستوى السكر في الدم. نعم. على مدار الساعه في منها من هو ما يعطيك انذار، لكن بامكانة المريض ان هو مجرد ما يفتح الجهاز يشوف كم قياس السكر عنده، فلو حس باي شيء يقدر على طول ان هو يشوف بنفس الوقت كم سكري. مو بس كذي، اذا كان في انخفاض في مستوى السكر وسريع بعد يقدر يشوفه، او في ارتفاع في مستوى السكر بعد يقدر يشوفه، فيقدر يتخذ الاجراء اللازم. طبعا بيكون هو في ذي الحالة الفطر، سواء كان بكسر صيام أو خلينا نقول بشرب الماء إذا كان هو في الارتفاع، أو بشرب العصير إذا كان في الانخفاض. في أجهزة ثانية وأكثر متطورة بالعكس، راح تعطيك حتى منبه إن السكر وصل لحد الخطر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، فبعد المريض راح يتخذ الإجراء اللازم بناء عليها. الشيء المفيد في هذه أستاذ عبد الله أن حتى قبل رمضان لو هو قابل زيارة للطبيب أو أخصائي التثقيف الصحي، بإمكانهم أن هم سحب هذه المعلومات وبناء عليها يصير تعديل للجرعات الإنسولين أو الأدوية بحيث أنها تتناسب معها في شهر رمضان الفضيل. عقب طبعا بتكون المتطورة أكثر، الأجهزة المتطورة أكثر الموجودة عندنا اللي هي مضخات الإنسولين، وهذه الحلو فيها أن هي فيها خلينا نقول فيها ارتباط او كونكشن بينها وبين الجهاز لفحص السكر. نعم. فلما ينزل او بينزل السكر عند المريض، المضخه تتوقف عن ضخ الانسولين. فبذي الحاله المريض ماكو داعي انه هو يفطر، وبالعكس راح تشتغل مره ثانيه لما يوصل للحد الامن، فراح تشتغل المضخة حتى لو كان المريض راقد، ما يخاف، ما يحاتي انه يصير عنده هبوط. طبعا هذه خصوصا حق الاشخاص اللي يكون اعمارهم فوق ال 12، وطبعا تحت السن الادلت مثل ما يقولون، فالامهات لما يخافون على عيالهم في ذي الحاله بتكون مطمنه انه لو نايم ان المضخة مهتمه فيه انها توقف الانسولين وتشغل الانسولين متى ما احتاجه. نعم طبعا. أيوة. نعم طبعا اكيد استاذة منال، يعني تدريب الشخص المصاب بداء السكري او تدريبهم تدريب متكامل على كيفية يعني استخدام هاي التكنولوجيا وهاي الأجهزة الذكية يحتاج الى يعني برنامج متكامل. وانا اللي عارفه انه يعني حتى الشخص اللي يعني بينحط على جهاز مضخة الانسولين او اي جهاز اخر لابد انه يكون يعني اخذ البرنامج المتكامل سواء من قبل الطبيب او اخصائي التغذية او التثقيف الصحي، بحيث انه يعرف كيف يعني يدير حالته ويدير هذا الجهاز بحيث انه تكون يعني نتائج جيدة ويكون علاجه ايضا بشكل سهل وبشكل دقيق. صحيح. حتى لو سمح له انه هو اساسا يصوم، لازم يكون بعد حصل التدريب الخاص برمضان. اهما ايون طبعا في يكون تقييم او بدء عن طريق الطبيب، هل هو هالشخص يناسب انه يروح على المضخة او لا، واذا شاف انه هو يناسب يبتدي البرنامج نيبة على حسب طبعا الوقت المتناسب معه، أو على حسب الجدول الدراسي أو جدول العمل، ولين ما خلينا نقول ينجح في الامتحان مع أخصائي التغذية أو التثقيف الصحي. صحيح. هو صراحة عشان الناس بس ما تخاف، هو مو ذاك مو صعب، يعني هو أسهل من استخدام صراحة التليفونات. لكن يحتاج أن أنا
اكون كوميتد مثل ما يقولون اني انا بنفذ اللي لو المضخه مثلا قالت لي والله السكر عالي او نازل او الواير من سد اني انا اخذ اكشن عليها. وحتى قبل رمضان سوينا لهم خلينا نقول ورشه عمل انه عن اونلاين ماكو داعي تعرف بالنسبه حق جائحه كورونا الحين ما خليناهم يجون عندنا. سوينا لهم ورشه عمل اونلاين وعلمناهم كيف او شنو التعليمات اللي عطيناهم اياها حق رمضان كيف يتعاملون مع مضختهم الانسولين. نعم مستمعين الاعزاء احب اذكركم بارقام التواصل معنا اليوم. فريق طبي من مركز دبي للسكري بامكانكم التواصل معنا على الارقام 6005514114 وعلى الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006 وعنوان حديثنا اليوم عن المصابين بداء السكري والاستعداد لشهر رمضان المبارك. نكمل مع أخصائية وخبيرة التغذية الأستاذة ديانا الجندي، كيف نعالج نقص السكر في الدم إذا حدث نزول قبل وقت الإفطار أو في أي وقت آخر؟ أي عبد الله، هلا أكيد نحن تطرقنا قبل موضوع إنه هبوط السكر عادة تحت نسبة 70 بشكل خطر، فأكيد لما الشخص بينزل نسبة السكر عنده تحت 70 لازم على طول يكسر صيامه لحتى لي يشرب عصير. بهالوقت الجسم بيكون بحاجة لسكر سريع لحتى لي نرجع نرفع النسبة للنسبة المطلوبة، فبالتالي أكيد بننصح أنه نركز فقط على السكر البسيط، يعني ممكن أنه يكون 3 أرباع كوب عصير أو ملعقة طعام من العسل أو ملعقة سكر نذوبها بالماء ونشربها. يعني أحد الأشخاص ممكن أنه يجربوا أنه يصيروا ياخدوا حلاوة أو شوكولات أو مثلا حلويات، فعادة نحن ما بننصحهم أبداً أنه يعالجوا الهبوط بالحلويات لأنه الحلويات بتحتوي أيضاً على نسبة معينة من الدهون، والدهون عادة بتبطئ امتصاص السكر بالدم، فلما بيكون فيه هبوط شديد أو هبوط الجسم بيكون فقط بحاجة للسكر مش أي مكونات ثانية، فلازم كتير ننتبه أنه نعالجه فقط بالسكر. وبعد ربع ساعة من علاجنا للسكر لازم نرجع نشيك مرة ثانية حتى نتأكد أنه ارتفع النسبة فوق 70، لأنه إذا هو بعده تحت 70 لازم يرجع يعيد الكرة من أول وجديد وياخد سكر زيادة إلين أنه يرجع يطلع فوق 70. نعم شكرا أستاذ ديانا. دكتورة ديمة عندنا سؤال، هل أخذ فحص السكر في الدم خلال شهر رمضان يفطر، وبالأخص الإنسولين هل نهار رمضان يفسد الصيام؟ لا فحص السكر أستاذ عبد الله بفطر ولا أخذ حقنة الإنسولين بفطر. نعم دكتورة ديمة وصلنا إلى نحن اليوم حديثنا الحقيقة شيق وياكم عن يعني الاستعداد بالنسبة للمصابين بداء السكري لخلال شهر رمضان المبارك، ولكن للأسف يعني انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك دكتورة ديمة عبد المنان استشاري الغدد الصماء والسكري من مركز دبي للسكري على وقتك الحقيقة وجودك أيضا معنا اليوم في برنامج الصحة وسعادة عادة للتطرق على هذا الموضوع المهم. شكرا دكتورة. شكرا لك أستاذ عبد الله، وإحنا كمان سعداء بالمقابلة هاي. شكرا لك دكتورة. والأستاذة منال بوفلاس أخصائي أول تثقيف صحي لمركز دبي للسكري، شكرا لك وشكرا لوجودك، وأيضا شكرا للتنسيق لهاي الحلقة الصراحة مع الفريق الطبي المتكامل أيضا. شكرا لك أستاذ عبد الله ومبارك عليكم الشهر. الله يبارك حياتك. وأخيرا خبيرة التغذية الأستاذة ديانا الجندي أخصائي تغذية لمرضى السكري بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك عبد الله، نحن دائما سعيدين نكون معك وكل عام وأنتم بخير. شكرا وكل عام أنت بخير. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وكان معي في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.